أسعدتم أوقاتا أيها المفكرون الصغار سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف السين سوف أقوم الآن بقراءة الكلمات التي تبدأ بحرف السين انظروا جيدا إلى لفظ حرف السين سنبلة سنجاب سور سفينة سرير ساعة. إذا هذه هي الكلمات التي تبدأ بحرف السين، سوف أقوم الآن بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية، انتبهوا أعزائي الطلبة حتى تكونوا طلابا مفكرين ومبدعين، أريد منكم أن تنتبهوا إلى لفظ حرف السين. رن الجرس. سلم سكر على جده ياسين قالت سمسم أهلا وسهلا بجدي الجرس سلم سكر ياسين سم سم سهلا إذا هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف السين. هنا أعزائي الطلبة سوف تقومون بهذا التمرين بتتبع النقاط لكتابة حرف السين، ومن ثم عليكم وضع دائرة حول الصور التي يوجد فيها حرف السين مثل صورة ساعة، ساعة أيضا هي من الأدوات التي تنظم الوقت و نقوم بمتابعة الوقت من خلالها من أجل الروتين اليومي: جرس، جرس وفرس، وهنا أعزائي الطلبة سوف تقومون بكتابة حرف السين في أول الكلمة مثل كلمة ساعة، هل رأيتم إلى شكل حرف السين كيف يكون؟ و كتابه حرف السين في اخر الكلمه مثل كلمه جرس سوف نقوم ايضا بقراءه القصص الجميله عن حرف السين استمعوا جيدا الى هذه القصه وانتبهوا الى حرف السين ذهب سعد وسلمى الى المكتبه امسكت سلمى بكتاب جميل به صور ملونة وقالت انظر يا سعد هذه صورة سمكة وهذه سيارة وهذه سحابة وفي هذه الصفحة توجد صور ساقية وسماعة وساعة ضحك سعد وقال هذا الكتاب يتكلم عن حرف السين اذا يوجد هنا الكثير من الكلمات التي يوجد فيها حرف السين اريد منكم الاستماع جيدا الى كلمات حرف السين حتى تكونوا طلابا مفكرين ومستمعين ومثقفين سوف نقوم ايضا اعزائي الطلبه بالتحدث عن الروتين اليومي وعن اجزاء الجسم في وحده النحن واخيرا سوف نقوم ايضا بتلوين حرف السين داخل الخط وسوف نقوم بمتابعه جميع الفيديوهات التي تتحدث عن حرف السين والالعاب التي ايضا تتحدث عن حرف السين اذا هذا كل ما لدينا عن حرف السين شكرا لكم اعزائي الطلبه والى اللقاء في حرف جديد شكراً